السلام عليكم البنات، معكم نصائح حليمة. السلام عليكم الرجال وكذلك اللي منضمين لقناة عائلة نصائح حليمة. وكنرحب بالناس الجداد اللي كيضموا القناة يوميا، ما شاء الله ما شاء الله، الفضل كيرجع لكم. كنت بوحدي واليوم صبحت عندي عائلة اللي كنفتخر بها. هاد الفيديو جيت نرد على الهجوم اللي هو كيجيني في القناة ديالي. كيف كتعرفوا هادي راني علاش انايا ما واخداش هاد الشيء بعين الاعتبار، على ود كندخل القنوات الاخرين وكنلقى الهجوم وكذلك. سكي الناس المشاهدين بالنسبه ل 2015 و 2016 و 2017 اللي كانوا ما بقوش نفس المشاهدين ديال دابا. الناس اللي كانوا معايا في 2015 و 2016 و 2017 تقريبا بداو كيغبروا بشويه بشويه. اليوم جيت نقول لكم شكون انا ونعرفكم بنفسي ونتكلم لكم على الزوج ديالي. بقاو معايا غادي نبداو الفيديو ان شاء الله. جاتني بزاف 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 ديال الاسئله من الناس اللي ضموا القناه جداد. الاسئله اللي هي يا حليمه عارفين بنفسك، حليمه شكونتي، امتى تزوجتي. هذه فريمون حاجه اللي هي يا بزاف ديال الناس كيتلقوا معايا في الزنقه. مبارك مسعود كيسلموا عليا، جاو عندي الخدمه ديالي كيسلموا عليا. يعني بزاف 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 ديال الاسئله على الزواج ديالي. غادي نتكلم لكم على الزواج ديالي، وفي نفس الوقت غادي نلتاج لواحد الموضوع اللي هو قصير وغادي نخليه يعني حتى الاخر، وغادي نقول لكم اللي هو اللي هو جعلني نعمل هذا الفيديو. انا من واحد النوع ديال الناس اللي اعوذ بالله من قلت انا ما كنتنازلش على كرامتي، ما كنتنازلش على حقي، والحق الا كان ديال الاخرين وظلمتهم تيقوا بيا كنمشيو كنطلب المسامحه، كنقول غلط سمحوا لي. الهجوم اللي كيجيني دابا في القناه ديالي، خاصكم تعرفوا واحد الحاجه، خاصكم تعرفوا واحد الحاجه اللي انا سولت عليها كساسوا المسلمين ولا غير المسلمين، كيجاوبوني بنفس الجواب، كيقولوا لي كون ما كنتيش يعني كطالعه كطلعي وهمايا كيحاولوا ينزلوك، كون ما كنتيش كيشوفوك ما شاء الله غاده طالعه وواصله ما ينتقدوكش. الا ما جاوكش انتقادات اذا انت ما كيناش، ما كنشوفوكش ما كنعبروكش ما كيناش. مادامت كاينه انتقادات كيقولوا لي كانوا في الممثلين الامريكانيين، كانوا في الممثلين الفرنساويين، الممثلين اللي هما يا كانوا يعني ما شاء الله مصريين ولا سوريين ولا تحيه لهم، كلهم كانوا عندهم الجمهور اللي كينتقدهم وكان عندهم الجمهور اللي كيعجبهم. قالوا لي سيري شوفي انتقادات اللي عندوك الناس اللي هما دابا راهم اللي مات الله يرحمه واللي باقي عايش، وغادي تشوفي في ديك الوقت انتقادات اللي ما كان لا الانترنت لا بورتابل ما كان والو، ولكن كانت انتقادات غير من شي كيقول هالشي. والغد ليه كتصبح في الجورنال مكتوبه الفيلم الفلان الفلاني، فلان ما لعبش مزيان، فلانه ما لعبتش مزيان، ومع ذلك كانوا ممثلين كبار. علاش؟ على ود واصلين طالعين، كاينين شي ناس اللي بغاو ينزلوهم. انا من داك النوع اللي غادي كنعمل في هاد الفيديو، ما حد الزوج ديالي ما كاينش. انا تزوجت كبرت ولادي اولا على سنه الله ورسوله، كبرت بنت بنتي، عندي ولدي راجل وعندي بنتي يعني ما شاء الله يعني انا راضيه عليهم في الدنيا وفي الاخره. ملي طلقت وانا عندي 26 سنه ربيت ولادي وربيت بنت بنتي، وراجل الراجل الا ما كانش مع مرته
ما يدخلش عندي للدار. واليومين هذا انا هكا ما نمشيش ندخل لواحد الدار الا كان غير راجلو ما كايناش الماء. وغادي نجيكم غير من الاخر نقول لكم واحد الحاجه، انا عندي جارتي ديال الثانيه في الطبقات يعني محتاجاها، محتاجه منها شي غرض. عرفتها مشات للبلاد، يعني كاين راجلها هو اللي كاين، وما نقدرش نمشي ندق عليه ونقول ليه عطيني ديك الحاجه وانا عارفه مراتو ما كايناش. هذيك كتسمى قله الاداب، جابك تدقي على راجلي وانا ما كايناش. وكيعملوها بزاف اللي كيعملوها. ثانيا ما كنلحش الكابا، اللي هاد الكلمه ديال الحس الكابا مع عمرني سمعتها في حياتي. وانا 28 سنه وانا في فرنسا عايشه، 28 سنه كنتكلم على لا فرونس، خليو فين عشت في الايطالي. كلمه الحس الكابا، ولينا كنشوفو شي وحده عندها 1 مليون ديال لي زابوني ولا فايته 1 مليون ديال لي زابوني. سبحان الله العلي العظيم. ملي كنا صغار، يعني كنا صغار، كنا كنشوفو شي واحد عنده فيلا كنعملو كنتفاجئو. دابا الناس ولاو ما كيشوفو لا فيلا، ما كيشوفو لا قصر، ما كيشوفو لا اموال كطيح، كيسمعو غير واحد لو شيفر، غير واحد العداد ديال لو شيفر كيسمعوه. الصلاه عند كينوضو كلهم يشدو فيك بحال يعني التوكل عليك ماشي على الله سبحانه وتعالى. وهذا هو اللي غادي يجعلكم مع عمركم توصلوا على ود كاينين القنوات اللي يستاهلوا يطلعوا ويتشافوا ويوصلوا. باقي مساكن لتحت، والقنوات التافهه، القنوات التافهه هي اللي تابعينها وكتشوفوا فيها. علاش؟ على ود غادي نعطيكم غير مثال، لا فيديو ديال الحماله ديالتي حليمه حامله، عملت عليها تخاطير، قلت للبنات نتخاطروا، البنات اللي عندهم قنوات اللي انا كنتواصل معاهم، قلت لهم نعمل لهم فيديو حليمه حامله، غادي كلهم يدخلوا، كلهم غاديين يدخلوا. علاش؟ كيعجبنا التبرقيق، كيعجبنا بقشو، كيعجبنا نعرفوا راجلك شكون هويا، كيعجبنا 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 تخرب البيوت، كيعجبنا الاغتصاب، كيعجبنا وحده قتلوها، الاخرى حرقوها، الاخرى قطعوا ليها. هاد الشيء اللي كنسمعوا فيه، هاد الشيء اللي كتمشيو كيعجبكم وكتدخلوا لدوك القنوات وكتبقاو تفرجوا فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل. كتبغيو انتم الهدف ديالكم راه ماشي كتشجعوا ديك القناه، لا، الهدف ديالكم وهو بحال كنقولوا زيدي فازي. انا كنصوت على العافيه باش تبقى شاعله، انت غير زيدي كملي، يعني حنا من وراك حنا كنا نصوتيو على العافيه. هذا الشيء ما كانش من 2018، في 2018 هذا الشيء ولا 2019، هادشي كتر بزاف. يعني لدرجة اللي والله القسم الى اجنبيين ماشي من بلادنا، اجنبيين وتيتكلموا لي على هادشي، ما كنبغيش شي واحد يتكلم لي على بلادي ويقول لي اشنو واقع عندكم، هكا نسمعو. تيبقى فيا الحال. من ناحيه يعني انا اعوذ بالله من قلت انا واحد الانسانه يعني ما كان، يا ربي تسمح لي يا ربي غدا الجمعه، انا واحد الانسانه اللي ما كنحمدش الله وكنشكره على اللي واقف معايا 24 ساعه على 24 ساعه، خصني نبقى راك عليه يعني ليل ونهار. على ود يا محفاري طحت فيهم، وملي طلعت منهم ما عرفتش كيفاش درت طلعت منهم. اليومين هذا كنسأل نفسي كيفاش عملتي يا حليمه طلعتي من ديك الحفره، كيفاش عملتي يا حليمه تخرجتي من داك المشكل، كيفاش عملتي يا حليمه تلقاو لك السبوعه وانا البرج ديالي السبع، وحاربت
وخرجت نفسي، ولكن ماشي انا اللي سلكت نفسي، سلكني الله سبحانه وتعالى. مد لي الله سبحانه وتعالى يدو وطلعني من الحفره اللي كنقول ما عمرني نطلع منها. علاش؟ على ود ما كنهضر في حد، ما كنتكلم في حد، ياك شتي غير داك ديسلايك والله ما كنقدر انا بعدا نعمله. اتقي الله. هاد الشيء كنعملو وحاط الله سبحانه وتعالى معايا 24 ساعه على 24 ساعه، وحتى كتوقع ليا ديك الواقعه وكنقول الله اللي عتقني والله اللي سلكني، ما علم الله شنو كان غيوقع ليا. لدرجه اللي دابا حياتي تبدلات ملي تزوجت، ويعني القناه ديالي تبدلات. قبل كنت كنقاسم معكم بزاف ديال الحوايج، الناس اللي مضمه القناه ديالي ساندوني، مسحوا لي دموعي، عاودت عليكم، خويت عليكم. اليومين هذا لو كانت وقع لي شي حاجه ما يسمعهاش الزوج ديالي، ولكن يسمعوها المشاهدين ديال القناه ديالي اللي هما يا كنت انسانه وحده، واليوم صبحت عندي عائله اللي هي عائله نصائح حليمه. ملي كنمشي عند يعني عند دوستي ولا عند شيخي، ملي كنمشي عندهم كنشوف المعامله ديالهم للولد ديالهم كيفاش كيحتاموه، وهو كيفاش كيفاش غير السلام السلام. راه لو كان يخليني نفيلميه، لو كان يخليني نفيلميه، غير السلام على والديه واحد الفرق كبير على السلام عندنا حنايا. حنا واخا نبوسو اليدين، حنا الوالد ديالي الله يرحمه كان غير بوسان ديال اليدين، يعني ما كناش نوصلوا ليه بعد راسو على ود ما شاء الله كان عامر وكان طويل وداكشي، كنا كنبوسو ليه غير على يدو. هما السلام لو كنشوفوا السلام عندهم كي داير السوريين اللي غادي نقول لكم سابقيني هنا في لافرونس، سابقيني انا عندي 38 سنه هنا في لافرونس، وخليو اللي عشتو في الايطالي شوفوا السلام كيفاش كيسلموا عليه، كيفاش هو كيسلم على والديه، كيفاش الوالدين كيهضروا مع ولدهم كانه ماشي ولدهم، بحال ضيف. الاحترام وشنو بغيتي وشنو بغيتي تاكل، وكان عقل كانت كتعجبك ديك الحاجه، وكان عقل كانت كتعجبك ديك الحاجه، والاحترام للزوجه ديالتو. وماشي غادي نقول لكم يعني بحالنا حنا المغاربه كنمشيو نسقسيو شكون هاديك وبنت من وشكون عائلتها، وهادي عاملين ثقه تامه في ولدهم اللي وكذلك عنده يعني من الزوجه ديالتو، عنده جوج ديال الاولاد، الزوجه ديالتو الاولى طليقتو، عنده جوج ديال الاولاد وجلس 9 سنين هو بوحدو. 9 سنين هو بوحدو علاش؟ على ود كان مشارك في التربيه ديال الاولاد ديالو مع طليقتو، يعني كيمشي يجيبهم، كيجيبهم للدار عنده، الحفاضه، الخروج، الدخول. ملي الولاد ما شاء الله كبروا، صافي كبروا، ديك الساعه الله سبحانه وتعالى لقانا ولقاني مع واحد النوع ديال الرجال اللي كنقلب عليه. وسنوات والناس كيقولوا لي حليمه طلقتي وانت عندك 26 سنه، كيفاش ما لقيتيش كيف كنقولوا صباط لرجليك؟ كنقول لهم لقيت، يا ما لقيت، ويا ما قدموا لي الناس، ويا ما جاو عند عائلتي، ويا ما ملي كانت الام ديالي الله يرحمها كانت كتجي لعندي، كانوا كيخليوني تنمشي للخدمه وكيجيو لعند الام ديالي وكيقولوا ليها بغينا حليمه الخويا، بغينا كتقول لهم الام ديالي على نيتها الله يرحمها، ملي تجي نتكلم لكم معاها، ملي كتجي امي، ملي كنجي من الخدمه يعني الام ديالي كتقولها لي، كنقول ليها سدي عليا هذا الموضوع، انا عارفه الهدف ديالو ما شنو هوايا، وهو الطمع. الطمع راه حليمه محطوطه ولي شيفخ محطوطين حداها. نقول لكم الحق، نهار اللي تلاقيت مع ولد الناس عنده كثر من اللي عندي، وعندي ولا ما عنديش امتحنته،
امتحنتو امتحنتو كيف كيقولوا لي فرونسي، قلبتو في المقلم مزيان، امتحنتو على ود عندي حق، عندي حق نغلط مرة، ما عنديش حق نغلط جوج ديال المرات. طلقت مرة ما غاديش نطلق جوج ديال المرات، هذا هو اللي جعلني جلست كتر من 30 سنة بوحدي، جلست بوحدي. الموضوع الثاني اللي غادي نقوله لكم وغادي نتفاجئوا هو اللي خليته للخ، واحد الإنسانة كتعجبني ملي كنشوف دابا الهجوم وانتقادات السلبية والجمهور اللي كان قبل ماشي بحال الجمهور اللي كاين دابا، والناس ما شاء الله اللي كتدخل القناة، يعني كنا الناس داخلين على ود القناة، قناتكم وحليمة منكم وإليكم. أما الناس اللي كيحاربوني سبحان الله بحال اللي كتقولي دوك الناس مخلصين، تيشدوا الخلصة من شهر لشهر باش يطاكيو واحد الإنسانة. والوالدة ديالتي الله يرحمها كانت كتقول الشهر اللي ما نشدش كراتو اش طلعني في حسابه. طب انتوما ما عندكم لا أناقة ولا جمال في الهجوم على القنوات. انا علاش ما كيضرنيش الحال؟ على ود كندخل لعند الناس اللي فايتيني وحسن مني والقنوات عندهم ضاربة في المليون الفوق، ومع ذلك كاينه انتقادات سلبية. وحدة كتجود القرآن نازلين عليها بانتقادات سلبية، يعني قال لك الله سبحانه وتعالى من اللي كتطلق القرآن راه الجبال كيجيها الخشوع، الجبال. وحدة كتجود القرآن وانتم نازلين عليها بانتقادات سلبية، هذيك ما معناتها، هذيك معناتها الغيرة والحسد. كتعجبني وحدة كتمشي كتدقوا ليها على بابها وكتخرج وكتعطيكم، وهي سايكول. انا مشتركه في القناه ديالها وكتعجبني ملي شي واحد يدق عليها، وملي كيدقوا غير ديك الدقه خفيفه وخايفين، كتخرج كتقفد وكت سبحان الله العلي العظيم. بنت باقا صغيره، يعني السن ديالها باقا صغيره، بنت شنو 24 25 عام، ولكن راه داكشي اللي كتعطيكم اللي جات شها شي ماكله يلقاها عندها، تبقى تعطي تبقى توكلك حتى كتولي تقولي ها غير تلقيني، ما بقيتش بغيت ناكل. لدرجه اللي كنحييها من هاد القناه ديالي، اللي ملي عملت فيديو والناس صيفطوا ليها وقالوا ليها اعملي فيديو على اسماء بيوتي، عملت فيديو اسماء عيطات ليها وقالت ليها انا مزاوقه فيك، وقالتها سايكول هي اللي قالتها، قالت ليها اسماء انا مزاوقه فيك حيدي هذيك الفيديو. وقالت لينا بين ما سايكول قالت لينا بين ما الناس عيطوا ليها وقالوا ليها علاش مسحتي ديك الفيديو، قالت لك انا جيت نقول لكم علاش. سيده عيطات عليا تتبكي كتقول ليا هالعا مسحي ديك الفيديو، علاش علاش ما عيطاتش لي انا، ولا عيطات ولا عيطات الاخرى والاخرى، علاش؟ على ود عارفه سايكول الا مشات تعضات فيها غادي تعض فيها، وهي الحما يعني كتاكل ما تطلقها تطلقها جديده، هذا هو الطبع ديال سايكول. الا مشيتي تدقيتي على بابها ما تطلقك حتى تكوني في السبعه في السماوات تنزلك. انا دائما كنقولها للناس اللي عندهم القنوات، الناس اللي كنقول لهم في الحقيقه هي اللي كتعرف ليهم، هي اللي كتعطيهم الجواب ديالهم. انا القناه ديالي ما بقاش كيهمني، ما بقيتش كنقاسم داكشي راكم لاحظتوه كيف كنت كنقاسم معاكم قبل، ما كنتش علاش على ود الجمهور تبدل. الناس اللي كتدخل القنوات ما بقاتش كتدخل القنوات باش تستافد واحد الماسك، ولا باش تستافد واحد النصيحة، ولا باش تستافد واحد الحاجة طحت فيها نقولها لك باش ما تطيحش فيها. لا، الناس ولات كتقلب على الاغتصاب، كتقلب على الفتنة، كتقلب على هذا قتل بنته، هذا اغتصب بنته، هذه لاحوها من الثامنة في الطبقات، هذه خواو عليها ليسانس حرقوها، ها وقع
الناس كيعجبهم داك الشيء. حسبي الله ونعم الوكيل اللي وليت كنشوف الاجنبيين كيقولوا لي اشنو واقع في بلادك، واش انت بالمعقول باغا تدخلي وانا داخله على ود الزوج ديالي ما كيعرفش بزاف ديال الحوايج اللي ما كيعرفهمش في المغرب، بغيت نديه ونساريه ونوريه بلادنا. يعني حتى بلادو هوايا اللي هي سوريا ما كيعرفهاش مزيان، على ود هما هنايا والدي سابقيني انا هنايا، يعني الناس اللي هما بحال العراقيين اللي مجوجين بنتي. واحد النهار كنا كنهضروا لقيتهم انا عندي 38 سنه في لافرانس وهما عندهم 55 سنه هنا في لافرانس، يعني الناس قدام ماشي غادي ندي ان شاء الله المغرب وغادي نساريه وغادي ندوره ويشوف بلادي ويشوف الجمال ديال بلادي ويشوف الطبيعه ديال بلادي، ولكن بغيت نحيد ليه من عينيه ديك النظره اللي كيشوفها دابا في القنوات. والله ثم والله غدا الجمعه الى ماشي حتى مغاربه، يعني منهم مصريين منهم توانسه منهم اللي انا كنحييكم من هاد القناه ديال عائله نصائح حليمه، منهم الجزائريين اللي انا كنحبهم وكنحمق عليهم وعارفينها ملي بديت القناه ديالتي، اللي كيقولوا لي حليمه اشنو واقع عندكم في بلادكم، اشنو واقع عندكم، كنقول لهم بحالي بحالكم كنشوف وكنسكت. لهذا جيت نقول لكم الانتقادات السلبيه ما كتهمنيش. ثاني حاجه ما عرفتش حتى كيفاش نقولها لكم، اللي قلب عليا وحطيته هنا راه يعني نقول لكم يطول الزمان ويقصر معاد لمت لم الى الدم الامانه امانته. نشدك بالاخص الى ظلمتيني انا ما كنشعرش حتى نولي نحس براسي غداتك، يعني في اي بلاصه بنتي ليا اجي نتيا. انا هادشي اللي عندي ملي طلقت كندافع على نفسي هكذا ليومنا هذا، وكنحمد ربي وكنشكر كنحمد الله اللي كيف قلت لكم ياما امواج جاتني وضرباتني، ياما احفاري طحت فيهم، ياما جبوله حفرتهم بضفاري باش نطلع، ياما الحياه كانت ضدي، ياما كان الزمان كيحاربني، ومع ذلك لقيت نفسي يعني كيفاش حالي ما تخرجتي من هذا الشيء كلشي باراده الله سبحانه وتعالى وبرضات الوالدين وبالكلمه اللي انا كنسمعها من ولادي من جيت عائله طليقي اللي باقي اليومين هذا كيشكروا فيا، اللهم لك الحمد. اما راجل نتزوجو ولقاه كيشتم في عائلته وفي والديه نحبسو هنايا خويا، انت لقاو فيك عائلتك الخير، هذا باش غنلقاه فيك انايا. هذه هي ديك الكلمه اللي كيقول لك ملي تبغي تزوجي براجل مطلق قبل ما تزوجي بيه سير سولي عليها شنو عمل مراته الاولى، علاش طلق منها، عاده باش ناخذو اللي دار الاولى غيديروا لك انت متني ومتلت. وهذه كونوا متيقنين. كنطلب منكم تسمحوا لي على هاد الفيديو اللي انا طولتها، وكنقول لكم من دابا دوغينافون انتقادات ما كيهمونيش، على ود شكون اللي كينتقدوا غير الناس الكبار، اما الناس اللي ما كنتقدوهمش راه ما كنشوفوهمش حتى ملي كيكونوا دايزين، كينتقدوا غير الناس الكبار، كينتقدوا غير الناس اللي كيشوفوهم ناري صافي طلعوا غادي يوصلوا. نعطيكم غير مثال، كنكونوا غير في شي عاس كنكونوا فيه، كتدخل وحده لابساتك شيطه عاديه ما كنبغيوش كاع تنسلموا عليها بقوه العراق وبوسينين بوسك، بصح ملي كتدخل شي لا مولاتي
كيف التكشيطه، كيف المشيه، كيف النقه، كيف الجلسه، كتبغي تتنوضي من الكرسي ديالك وتمشي تسلمي عليها. ما معناتها احسن مني وسابقاني، اذا خصني نمشي نقرب ليها. غير نتوما التقارب ديالكم ولا بالجهل، ما بقاش كون عكتو كتخلصوا، والله تنقول لكم هنيئا لكم على ود كتخلصوا. كيف قالت الام ديالي الله يرحمها، الشهر اللي ما نقبض كراتو اش طلعني في حسابه، قابطي الكلافي وسب وعير وانتقدوا. هنا صن في النيش والنفخوة، وسبحان الله والعلي العظيم ملي كنشوف انتقادات لي فرونسي، لي فرونسي كيقولوها ليا، كنقول لهم شوفوا الهجوم، كيقولوا ليا سيكي ضغيتيهم ديرونجيتيهم. مزيان يكونوا عندك الناس كينتقدوك ولا ما يكونوش عندك، معناتها كيقولوا ليا سير شوفي الممثلين الامريكانيين والفرنساويين اشنو عندهم، اللي كانت الان دولون وزيد وزيد وزيد، يمكن ما بقيتوش ما كتعرفوهمش ولا ما عمركم عرفتوهم ولا كينتقدوهم، ومع ذلك احسن ممثلين. كنقول لكم السلام عليكم على بروشان فيديو، اللي غادي نفيلم لكم بزاف 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 ديال الحوايج من البلاد ان شاء الله. دابا انا كنوجد الزوج ديالي ثاني مره كيدخل المغرب، ماشي اول مره، غير المره اللي دخلناها الاولى كانت غير على قبل العائله وعلى قبل الحلال وعلى قبل هاد المره اللي حنا داخلين على قبل السياحة العائلة، نمشيو نزورو القبر ديال الوالدين. بغيت نعرفو على بلادي وعلى خير بلادي، وبغيت نعرفو على زين بلادي، بدل ما كيشوف دوك التعاليق اللي هي كطيح بينا قدام البلدان الاخرين. كنقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل، و على بروشان فيديو ان شاء الله. اللي هاد الفيديو غادي نسميها صنفي نيشو نيفخوا. ا بيانتو.